هنكمل ال classified بتاع سير respiration طيب السؤال ده student is provided with the apparatus هو ال student <hesitation> uh, انت هو مديلك ال, uh, الرسمات دي وعايزك تكون uh, تعمل بيها experiment تمام فال so student is provided with the apparatus shown in the diagram below the student used this apparatus in an experiment to compare the carbon dioxide content of air breathed in and out إيه إيه فهو عايزك تدروه لابل diagram وتستخدم فيها الابريتس دي <applause> الشكل انت هترسمه هيبقى ده بس طبعا هو هنا مديك جار عاملة كده هو هنا الرسمة دي فيها تيوب فانت بس ترسمها جار يعني ارسم نفس الشكل اللي هو مديهولك هتحط ايه بقى هتحط خلاص التو جارز هنا والاتنين فيهم لايم ووتر كمان هنحط ال ايه يعني التو دول هنحطهم بالشكل ده ونحط بينهم التي تيوب دي عشان تبقى متوصله زائد السوده دي هي الماوث بيس هنرسمها هنا تمام عشان هنا الولد <تصفح> يعرف من خلال الماوث بيس دي يشفط الهواء وينفخ الهواء فنعرف نشوف اللاي موتور هيحصل لها ايه بس اهم حاجه ان احنا نستخدم كل حاجه في الدايجرام الجورز استخدمناها التيوبس دي استخدمناها التي تيوب استخدمناها والماوث بيس استخدمناها بس ركزوا في التيوبس هتتحط ازاي لازم تتحط بالشكل اللي انا حاطاه ده او مش اللي انا حاطاه اللي محطوطه في الصوره ده تمام يعني هو بنفس الترتيب اللي هم يعني هنا دي اللي على الشمال ودي اللي على الشمال هم نفس دي اللي على اليمين قصدي هم نفس الترتيب اللي في الصوره دي اللي على الشمال ودي اللي على اليمين نفس الحاجه اللي هنا تمام طيب name the liquid that would need to be used in the experiment lime water عشان هو عايز يشوف ال CO2 explain the function of this liquid indicate the presence of CO2 by changing the color to milky white أو cloudy complete your diagram to show the liquid in the apparatus اهو احنا قلنا هنحط هنا ال lime water لو ماقلكش السؤال ده ده complete the diagram يبقى ما تحطش lime water يبقى بس استخدم دول و خلاص type suggest a safety precaution that uh, should be taken when using the apparatus <applause> ان ال mouthpiece تبقى sterilized uh, don't suck in, uh, too hard ان انت انت ماشي هتنفخ في ال mouthpiece دي وهتشفط هوا بس ما تشفطش على الاخر ما تخليش اللاي موتور ده يدخل في بقك يعني تمام complete the balance

Uh, which is used to show that carbon dioxide is given off uh, and state the color changed of uh, you would see احنا قلنا اي حاجة هنشوف احنا عايزين نشوف carbon dioxide ومعنا liquid يبقى liquid ده هيبقى line water اللي هيحصل لو في CO2 هي turns cloudy طيب the rate of respiration can be measured by the rate uh, by the rate at which bubbles appears in this test tube describe a more accurate method uh, of measuring the rate of respiration measure volume of gas collected you, uh, use measuring cylinder بصوا هو دلوقتي uh, بيقولك ان ال rate of respiration can be measured by the rate of uh, at which uh, bubbles appears in this test tube ان انت يعني لما تيجي تنفخ في التست تيوب البابلز الكتيرة اللي هتطلع دي قد ايه هي يعني البابلز اللي طلعت كتيره ولا قليله ده معناه ان الريسبيراتوري ريت عالي ولا قليل بس ده مش اكريت فهم عايزين تيست اكريت فبيقول لك تعمل ايه ميجر فوليوم اوف جاس كولكتد وان انت تستخدم ميجرنج سيلندر عشان تشوف الفوليوم ده تمام تمام السؤال اللي بعده the gas is used in respiration complete الباقي خلاص احنا ده قلنا خمسين مرة ماشي diagram shows apparatus used in an investigation of a, a soil sample containing a large number of bacteria the investigation has been in progress for 24 hours the bacteria produce a gas that reacts with the lime water Uh, name this gas carbon dioxide lime water اللي هو هنا طيب state uh, how you can see th uh, that this gas has reacted with the lime water liquid بيبقى cloudy ده معناه أن ال CO2 اللي طلع ده بقى reacted مع ال lime water at the start of experiment the level of the liquid in the tube are the same اللي هو ده أنت دلوقتي uh, عندك الجار ده فيه lime water و فيه البكتيريا اللي هي هنا أو يعني soil اللي فيه بكتيريا وبعدين في التوب دي في الأول كان ال اللي هنا كان level ده بتاعه بعدين اتحول بقى ده قليل وده عالي تمام at the start of experiment level of tube في liquid يعني في التوب are the same after 24 hours the level uh, the levels have changed as shown in the diagram the new denis dan, suggests why this change occurred bacteria using oxygen <coughs> for aerobic bacteria using oxygen for, for aerobic respiration sorry for aerobic respiration and produce co2 that absorbed باي لاين موتر. انت دلوقتي البكتيريا دي بتاخد اكسجين وبتطلع سي 2 السي 2 كده كده هيروح في لاي موتور ويبقى ديزولفد خلاص انما هي بتاخد اكسجين من فين من التيوب دي فتقعد تشفط 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 فزي الشاليمو انت لما بتشفط في الشاليمو الليكويد بيطلع فدي نفس الكلام شفط الهوا اللي هنا فالليكويد طلع كده تمام فبكتيريا يوزن الاكسجين فرايروبيك ريسبيريشن اند برودوس سي 2 اللي بيبقى ابزوربد باي لاي سود سو ذا اماونت Uh, of gas in the, in the flask decrease uh, اللي هو ده الجاز اللي هنا بيقل uh, وده بيبدأ يتشفط كده so the atmospheric pressure produce change في ال uh, في ال liquid level تمام state one variable that uh, should be kept constant during the investigation ال external temperature لازم يبقى constant في ال investigation طول الأربعة 24 ساعة عشان احنا أي change في ال temperature هيخلي البكتيريا دي تتنفس أكتر أو تتنفس أقل ال activity بتاعتها هتتغير فلازم يبقى ال temperature ثابت طب explain why this variable should be kept هو ده اللي انا السبب اللي انا قلته change in temperature will change the gas pressure and affect the rate of respiration so this change Uh, the fluid level في capillary tube describe an experiment to show that uh, it's the action of bacteria in the soil that cause the change في level of احنا ازاي هنتأكد ان شغل البكتيريا هو اللي عمل change في level ده اول حاجة repeat the same apparatus but without soil in the bag عشان ده معناه ان مفيش بكتيريا فاحنا هنعيد نفس الاكسبيرمنت هنحط الفلاسك وهنحط الليكويد في capillary tube في بس مش هنحط ال ال السويل هنشوف بقى هل هو فعلا الليكويد ده هيتغير ولا لا طبعا هو مش هيتغير then compare the results in both experiments you can describe the apparatus again ان انت يعني تشرح كل العملية دي الابريتس دي تشرحها تاني بس تقول يعني ان مفيش هنا سويل اخر سؤال هنكمل بقى الحاجات الناقصة aerobic respiration

انت دلوقتي بعد ما بتلعب رياضه جامد او بتجري جامد او كده مش بتلاقي نفسك بتنهج ده ليه؟ وبيبقى طبعا ريسبيرتي ريت بتاعك ساعتها عالي ده بيبقى سببه ايه؟ حاجتين ان يعني انت عايز تعوض جسمك الاكسجين اللي نقص فيه جامد ده بسبب الرياضه عايز انت الاكسجين ريزيرف اللي في جسمك او محتوى جسمك من الاكسجين بقى قليل فانت عايز تعوضه فبتقوم تاخد اكسجين كتير قوي اللي هو ان انت تعمل ريبينج الاكسجين ديبت بتاعك عارفين انتوا يعني كانك ايه كانك استلفت اكسجين من جسمك عايز ترجعه له يعني تمام فايه بتقعد تنهج كتير تاخد اكسجين كتير وفي نفس الوقت الاكساليشن بتاعك بيطلع لنا بيعمل ووشنج لسي او 2 اللي بقى في جسمك وبرده بيوش اللاكتيك اسيد اللي بقى موجود في جسمك كله تمام إيه فهو ده موضوع ريبينج اوكسجين ديبت تمام لو حد بقى عنده اسئله في اي حاجه يقول شكرا